خلينا نروح لمراد بقى في موضوع الزمالك ومباراة الأمس اللي خسر فيها نادي الزمالك. خلاص احنا قفلنا ملف النادي الأهلي، إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق في مباراة الغد، وبكرة هتبقى حلقة مهمة جدا بعد المباراة. يا رب يا رب نكون بنبارك فيها البعض بفوز النادي الأهلي على ريال مدريد، ليه لا، الكرة وارد فيها كل شيء يعني. لكن بالعودة لمباراة الأمس الزمالك وفاركو، أسباب من وجهة نظرك كناقد رياضي، اسباب هزيمه الزمالك هذه الهزيمه القاسيه 3-0 بعد انتصار كان مهم قوي الزمالك على حساب فريق تقيل زي فيوتشر يعتبر بينافس، بتشوف المواجهه دي ازاي والخساره دي ازاي؟ بص، الاستقرار يا امير في اي مكان هو اللي عامل النجاح رقم واحد في اي مؤسسه. هنيجي نتكلم مثلا على الاهلي، الاهلي لو في خلافات وخناقات في مجلس الاداره عمرها اول ما بتطلع الاعلام حتى لو طلعت بتبقى بعيد عن النادي عن فريق الكره. عكس نادي الزمالك لو في اي مشكله او اي حاجه تلاقي بسبب بتوصل للفريق الاول او الخناقات كلها او الازمات او المشاكل او التصريحات تبقى متعلقه بالفريق الاول، فده بيسبب ازمه وبيسبب عدم استقرار. مع ان ده ما حصلش السنه اللي فاتت بصراحه، ما حصلش عشان ما كانش فيه تصريحات كتير، رغم ان كان ممكن يكون فيه ازمات بس الدنيا كانت ورغم ان ما كانش فيه قيد وان القيد كان وقدر موقوف الزمالك ياخد دوري وقدر الكاس الزمالك يعني. ويطلع لك 3 أو 4 لعيبه شايف ان هم لعيبه من اللعيبه الكبار جدا، حسام عبد المجيد، طبعا اسامه يوسف، اسامه نبيه، يعني امام عاشور اللي بقاله كام سنه، يعني السنه اللي فاتت يعني بعد ما فرجاني مشي بدا ياخد ابرز وضعه، مستوى افضل مستوى واه له. يعني بعته ب 3 مليون دولار، مبلغ كويس. فعملت 4 أو 5 صفقات او يعني لو انت بتشتريهم من بره هتدفع لك 120 150 مليون جنيه، انت من الناشئين عندك طلعت لك 3 أو 4 لعيبه، وفر نيمار وفر لك برضو من اللعيبه صح اللي ظهروا مستوى كويس، بقى عندك 4 أو 5 لعيبه كويسين و4 أو 5 لعيبه من العناصر الاساسيه في الفريق لو انت بتتعاقد زي ما قلنا 150 مليون جنيه. فانت الاستقرار يا امير والهدوء وان انت تبعد فريق الكره عن اي مشاكل خاصه بالنادي عندك، دي كانت احد الاسباب الرئيسيه في المستوى اللي الزمالك ظاهر عليه شفناه شويه. امبارح. تاني حاجه، مين مدير فني؟ ما هو ده سؤال مهم قوي. يعني لغايه دلوقتي ما حدش يعرف مين هو مدير فني. المعلن ان المفروض فريرا رجع، بس فيريرا رجع فريرا ما رجع اتفق مع اسامه نبيه هو اللي هيقود مباراه الامس طبقا للمعلومات اللي عندي يعني. طبعا يعني حتى امبارح لو انت تشوف الماتش فيريرا قاعد على الكرسي ايوه طول ال 90 دقيقه، فده ياكد لك ان في حاجه غلط. نفس الامر برضك اسامه نبيه برضك قاعد جنب فيريرا، في حاجات انت مثلا تلاحظها لو هما بيتكلموا مع بعض العلاقه تبقى كويسه، لكن هما قاعدين مثلا طول الوقت مثلا لو اسامه واقف على الخط، كابتن اسامه نبيه واقف على الخط وفيريرا قاعد، ولا حد بيوجه حد او حد بيتكلم مع حد او بياخد راي حد، فكل المشهد كان صعب قوي مشهد بصراحه. صعب. فكل دي مع الهدف اللي جابه فاركو مع بعد كده الهدف الثاني، فالموضوع بقى صعب. حتى الكابتن اسامه نبيه في لقطه مش احد اعضاء الجهاز بيتكلم معاه، فتلاقيه برضك متنش، فده ياكد لك ان في مشاكل وفي جوه يعني حاجات جوه الفريق مش يعني مش بشكل صح. لكن الزمالك لما يبقى فيه استقرار الدنيا بتبقى ماشيه كويس قوي، عمل لك موسمين اي السنه، مكان خد فيه دوري السنه اللي فاتت شايفه من افضل الدوريات في مصر في ال 10 15 سنه الاخيره، نفس الامر للدوري اللي قبليه برضو. فانت طول ما في استقرار، طول ما في نجاحات، طول ما في خلافات، طبعا الحاجات دي كلها هتدخلك في أكيد. ازمات طبعا.